قلت بسم الله الرحمن الرحيم، انعقدت اليوم جلسة أخرى من أجل مواصلة الاستماع إلى المتهمين. واليوم ظهر أحد المتهمين مرتبكا عندما أراد أن يغير الحقيقة الثابتة لدى جميع الجهات التي مر منها هذا الملف، حيث أكد الجميع بما فيهم المتهم الذي استمع إليه اليوم على أن من كان يسوق السيارة هو صاحبها، بل أن هذا السيناريو قبله المتهم الثالث الذي استمع إليه وادعى أنه سائق السيارة، وبالشكل الاحترافي الذي تمت به الجريمة رغم أنه ليست له رخصة سياقة، رغم أنه لا يعرف مكونات السيارة التي لها أجهزة أوتوماتيكية، فتلعتم عندما تمت مساءلته على أجهزة سياقة السيارة أوتوماتيكيا، بل أنه حاول أن ينكر حتى الصور الواضحة التي تؤكد على أنه اقترف بشكل جلي عدة سرقات موصوفة، وادعى أنه كان يفتش عن مفتاح السيارة لدى الضحايا، وهي أمر لا يصدقه المنطق ولا يمكن أن تصدقه المحكمة ولا يمكن أن يصدقه كل ذو عقل سليم. إذن هذا المتهم الذي له سوابق في السرقة مدمن على المخدرات، واعترافته التمهيدية واعترافته التلقائي عند قاضي التحقيق، وكان بحضور دفاعه، وأكد على أن المتهم الرئيسي هو الذي كان يتولى السياقة، بل أن المتهم الرئيسي وجميع المتهمين أكدوا لدى قاضي التحقيق على أن المسمى ود الفشوش هو الذي قاد السيارة، بل عجز عن تفسير الحالة التي ارتكبت بها السيارة إن كان سائقا، فكيف له لا يعرف تهيئة السيارة لكي تنطلق بشكل جنوني لكي لا يمكن أن نتفادى القتل، لأنه لم يترك للفضوليين فرصة سحب الضحية من الطريق، لأن النية هي هذه التي كانت. إذ لو كانت السيارة تسير بسرعة عادية، لا أقول ببطء، بسرعة عادية لتم إنقاذ الضحية، لا أقول من الموت ولكن من الصدمة التي لا محالة هي التي عجلت بشكل كبير بفقدانه لحياته. ثانيا، حاول أن ينكر المتهم الثالث على أنه كان له مخرج، قال بأنه الطريق الذي سلكته كان هو الطريق الوحيد، وهو كذب وبهتان تكذبه حالة الوصف ديال المرآب ديال ماكدونالد ديال عين دياب الذي له مخرج آخر غير المخرج الذي سلكه الفاعل الرئيسي الذي كانت له نية القتل بالجملة. أكثر من ذلك، على أن المتهم الثالث ادعى أنهم كانوا يرغبون في أخذ أكلة سريعة والذهاب بها دون أكلها في المطعم السريع. إذا كان هذا الأمر صحيحا فإنهم لا يحتاجون إلى ركن السيارة، وكان عليهم أن يختاروا الدخول من مكان ما يسمى بماك درايف ويأخذون، ولا يحتاجون إلى النزول لا المتهم الرئيسي ولا غيره. إذن كلام المتهم الثالث وكلام لقن إليه، وادعى كذبا على أنه ندم، فكيف له أن يندم على تغيير الحقيقة الثابتة ولا يندم على أن المتهم الرئيسي قام وعن قصد بمحاولة قتل جماعي لكن ذهب
ضحيتها المرحوم بدر، لأن كان مشلول الحركة ولا يمكنه أن يغادر مكان الحادث، فإنهم لم يرحموه في ضعفه، وبذلك أمر خطير. إذن بالنسبة للمحكمة وأسئلة المحكمة، اتضح لها واتضح للجميع على أن ما سمعناه في الجلسة السابقة على أن هناك تدخلا لديه، وأنه قبل أن يغير الحقيقة، ولكن أنه ربما يريد أكل المال بالباطل، ولا يفيد ذلك المتهم الرئيسي في شيء، لأنه كما قلت وسأقوله دائما، الإثبات علمي والاعترافات كانت أمام جهة قضائية ألا وهي قضاء التحقيق، وبالتالي لا يمكنه أن يتنصل من اعترافاته، وربما هذا جزء من خطة لزرع الشك في نفوس المتلقي العادي. أما المحكمة فإن ذلك لن ينطلي عليها، لأن عندها خبرة وستعتمد الإثبات العلمي وستعتمد محاضر رسمية حررت أمام جهات رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، ولا يمكن أن ينال منها متهم له سوابق اختار بين عشية وضحاها أن يندم وأن يدعي أن له خلق وهو مدمن على المخدرات، وله سوابق بشعة في المخدرات وسوابق في السرقة، وبالتالي على أن هذا السيناريو ربما هو محاولة يائسة، وأن المحكمة لا محالة ستطبق القانون وستعتمد الإثبات الرسمي القائم في الملف، ولا يمكن أن تتزعزع عن ذلك لمجرد أن شخص له سوابق ادعى أنه عاد إلى رشده بين عشية وضحاها، وقد استمر الاستماع إليه أكثر من 5 أشهر ولم يندم، بل أكثر من ذلك أنه لم يستطع تبريره، لأنه قال هو بالحرف على أنني كنت أول من غادر مسرح الجريمة، لأنني كنت أتحوز بمفتاح السيارة وانتظرت في السيارة أن يلتحق بباقي المتهمين، لكن أظهرت الصور الواضحة على أنه هو آخر من غادر محل الجريمة، ولا يمكنه أن ينفي ذلك، وأن أول من غادر ليستعد للجرم الكبير هو المتهم الرئيسي الذي غادر وشغل السيارة وكان ينتظر أن يلتحق به الباقي ليقوم ليتم فعله الذي خطط له. إذن ما راجع اليوم لا يمكن من وجهة نظري أن يغير في الملف شيئا، وأن الحقيقة ثابتة تعلمونها أنتم ويعلمها كل من تتبع هذا الملف، ولا يمكن للمحكمة الموقرة أن تنطلي عليها مثل هذه السيناريوهات، فهي سيناريوهات فاشلة، وأن المحكمة أكيد ستنصف ستنتصر لبدر إن شاء الله.